المعلم اسم يتردد في كل الزوايا والأمكنة، ويصل مدى أثره إلى أعماق نفوس الطلبة ليصبح المكون الأول لمبادئها والموقد سريرتها بالوعي والإدراك. إنه القائد والإنسان والمعلم الذي بعزيمته تشيد اللبنات الأولى والأركان الأساسية للمجتمعات. وتقديراً للجهود الحثيثة التي يبذلها المعلم والمعلمة في تنشئة أجيال واعية ومدركة بالقيم الإسلامية النبيلة وبكل ما هو حولنا من متغيرات، فقد أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية احتفالاً بيوم المعلم للتأكيد على سمو رسالته الإنسانية. الحفل يأتي تتويجاً لجهود المعلمين واعترافاً ببصماتهم المضيئة التي يتركونها في الأجيال والنشأ، فهم الذين يعدونهم علمياً وأخلاقياً، وبهم طبعاً يتم بناء المجتمع والمساهمة في خلق المواطن الصالح. الحفل تضمن تكريم عدد من المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التدريسية المساندة والمشرفين التربويين ومشرفي الإدارة المدرسية وإدارات المدارس. هذا التكريم هو جاء تحفيزا وتشجيعا لنا للاستمرار في عملية التعليم وبذل المزيد من العطاء والجهود لتربية ولإنشاء جيل متقد لبناء هذا الوطن. طبعا يأتي هذا التكريم للدور الذي توليه وزارة التربية والتعليم بأهمية المعلم اهتماما ورعاية وعناية وتقديرا للجهود التي يبذلها المعلمون في الحقل التربوي من غرس القيم والمبادئ وكذلك الأخلاق والفضائل الحسنة. إن شاء الله هذا التكريم سيعطيني دافعا قويا نحو الأمام ونحو مواصلة الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، والحمد لله رب العالمين. في عصرنا اليوم لم تعد قوة الشعوب تقاس بعدد سكانها وثرواتها بقدر ما تقاس بخصائصها النوعية وقدرتها على إنتاج الفكر والإبداع. فالقيمة الحقيقية للأمم والشعوب هي تلك القيم التي تأسست وتسلحت بالعلم والمعرفة، ولن يتأتى ذلك إلا بالمعلم الذي ينير الدروب للأجيال. في حضرة رسول العلم والحضارة تسرج اليوم قناديل الثناء والامتنان، وتأتلف الرؤى حول القائد والإنسان والمعلم لتؤكد على سمو رسالته النبيلة وعظمة حضوره في البناء الحضاري للأمم. نازل بصالح البوسعيدي، محافظة شمال الشرقية.